السلطة هي سلطة مجرمة وبدها تخبي المجرمين ومش من صالحها أنه ينفضح هيدا الإجرام. من هيك بشكل علني وواضح عم يطلبوا الوزراء من الصحفيين أنهم ما يغطوا الصورة الكاملة، إنما يركزوا على الأشياء الإيجابية وما يحكوا عن الحقيقة. لبنان بلد عم بيحترق وهيدي هي الحقيقة ونحن عم ننقل صوت الناس. الشيء اللي صار منه بسيط، بيخسر كتير لبنان إذا عن جد هذا القمع بيزيد وهذه العسكرة بتزيد. برجع بقول على الصحفيين وعلى الناس، عم نخسر كتير، مخيف هذا الشيء. هيدا قمع المصورين بشكل خاص لمنعهم من توثيق الانتهاكات اليومية، من توثيق الجرائم اليومية بحقنا كمواطنين بهيدي الدولة اللي فرطت بكل شيء، بكل ما نملك، فرطت بكراماتنا، فرطت بحقوقنا، وبعد بدها تقتلنا وبدينا نكون ساكتين نحن وعم نموت. لا، لن نقتل بصمت ورح نغطي صوت الناس، ونحن إذا بدكم تقتلونا ما رح نموت نحن بلا ما نقاوم. رح ضل نصور لأنه هذه شغلتي، هذه شغلتي اللي بحبها، وبذات الوقت بدي ضلني فرجي فساد السلطة وبدي ضلني عبر عن رأيي بحرية. بهذا البلد في حريات، إن كان حريات للناس ولا حريات للمصورين وللصحفيين ولكل العالم.